اترفضت اكتر من 6 مرات في جوجل علشان احول حسابي من مستضاف الى عادي، وعلشان الاعلانات تظهر عندي في المدونة ويبقى معايا حساب ادسنس عادي اقدر احط الاعلانات بتاعته على اليوتيوب وعلى المدونة وعلى اي مكان. وفي الاخر اكتشفت ان السبب بسيط جدا اللي بيخليني اترفض. علشان نعرف السبب مع بعض وعلشان نعرف من الالف الى الياء ازاي نحول حسابنا من مستضاف الى عادي، نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف مع بعض الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة، معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب. مبدئيا علشان تحول حسابك من مستضاف إلى عادي لازم تحتوي على مجموعة من الشروط، والمجموعة دي ما ينفعش ينقص فيهم شرط عن التاني. علشان الإعلانات تظهر عندك بالشكل ده كده وتبقى إعلانات حساب أدسنس عادي والحساب بتاعك تقدر تشتغل بيه على اليوتيوب وتقدر تشتغل بيه في نفس الوقت على المدونة وتقدر تشتغل بيه في أي مكان أنت حبه، وكل الأماكن دي تصب في حسابك في أدسنس، هتحتاج شوية شروط علشان تحول حسابك من مستضاف الى عادي. طيب يعني ايه حساب مستضاف ويعني ايه حساب عادي؟ الحساب المستضاف هو ما بيشتغلش غير لليوتيوب بس، او ما بيشتغلش الا لبلوجر بس، انما الحساب العادي تقدر تشغله على اليوتيوب وتقدر تشغله على المدونة في نفس الوقت، وتقدر تشغله على اي مكان تاني انت عندك فيه اعلانات، تقدر تحط الاعلانات بتاعته على تطبيقات جوجل وعلى تطبيقات الاندرويد ويشتغل معك ما فيش اي مشاكل وتقدر تكسب منه. اولا علشان تحول حسابك فيه شوية شروط لازم تهتم بيهم، ولازم تكمل الفيديو ده لاخر ثانية لان في كلام مهم في الاخر هو ممكن يظهر لك ان هو تافه بس هو ده اللي كان بيخليني اترفض فيه ادسنس. يعني الكلام اللي هو التافه اللي انت ممكن تكون متخيل ان هو تافه ده هو ده اللي خلاني اترفض في ادسنس، وهو ده اللي مرضيش يحول حسابي من مستضاف الى عادي الا بعد ما عدلته. بعد كده لازم يبقى عندك على الاقل علشان تحول حسابك من مستضاف الى عادي يبقى عندك 50 موضوع. طيب قبل ما ندخل في الموضوع ناخد الموضوع من البداية. طيب احنا دلوقتي عملنا مدونة جديدة، بعد ما هنعمل المدونة الجديدة ديت اول حاجة هنعملها بعد كده وهي ان احنا هنجيب لها دومين يكون .com. طيب مالكش دعوة بدومين .pk، مالكش دعوة باي دومين مجاني، لازم يبقى دومين .com. اي نعم انت هتشتريه ب1.25 دولار او ب1.5 دولار بالظبط، بس صدقني الدومين ده هو الوحيد اللي هيقدر يحول حسابك من مستضاف الى عادي. عندك .com، عندك .net، .org، اي دومين مدفوع، بس اهم حاجة يكون مدفوع فيه فلوس. تاني حاجة لازم يكون قالب احترافي وقالب كويس، يعني قالب زي القالب ده كده، والكلام ده طبعا شرحته قبل كده وكل الكلام ده هسيبه لك باذن الله تحت الفيديو ازاي تحمل قالب احترافي وقالب نظيف ويتقبل معاك في جوجل بسهولة. ثالث حاجة لازم يكون عندك حاجة اسمها سياسة الخصوصية، زي سياسة الخصوصية دي، وطبعا الكلام ده برضو شرحته عندي في المدونة وهسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو مباشرة. طيب سياسة الخصوصية يا شباب اهي، بص هنا كده اهو سياسة الخصوصية، مش عارف ليس هناك مجموعة لنضع اي كراكات للبرامج او الالعاب، ليس لنا علاقة باي حاجة من الافلام، كل الكلام ده اهو. تعمل سياسة خصوصية زي سياسة الخصوصية دي، تمام. بعد كده هتحتاج حاجة اسمها من نحن، وبرضو شرحتها في انشاء مدونة احترافية والرابط بتاعها اسفل الفيديو وهسيبه لك برضو علشان تطلع عليه، تمام اهو. تم انشاء المدونة اهو بتاع 6-7 سطور اهوت، برضو بيعرفوا المدونة بتاعتك ماشية ازاي. طيب دلوقتي كده علشان ما ننتهش من بعض، اول حاجه نعمل مدونه، بعد كده نجيب لها دومين .com او .net او .org، بعد كده نعمل لها قالب احترافي، بعد كده نحط سياسه الخصوصيه، بعد كده نحط من نحن. طيب بعد كده هتبدا تحط على الاقل 15 صفحه عندك. طب ايه الفرق بين الصفحه وبين المشاركه؟ المشاركه اللي هي الموضوع اللي هو بيبقى ده، انما سياسه الخصوصيه ومن نحن والكلام ده بتبقى صفحات. يعني انت تقدر برضو مثلا وليكن انت دلوقتي عايز مثلا ترفع مسرحية، تبدأ مثلا في الصفحة الاولى ان انت تحط مثلا الموضوع بتاعك وي شوية كلام، انما في الصفحة التانية طبعا دي في المشاركة اللي هي اللي احنا قلناها الاولى، لكن في الصفحة تبدأ تحط الرابط مثلا المسرحية اللي هو الناس يقدروا يشوفوها ما فيش اي مشاكل ويدخلوا فيها عن طريق الرابط الاولاني. وليكن مثلا الصفحات اهي، انا وليكن مثلا عندي الصفحات اهي من نحن وسياسة الخصوصية، وبعد كده بقى عندك انت ده تقريبا كان فيلم اجنبي انا كنت حاطه وجايب له كود ايفريم وحاطط الفيلم في الصفحة واخد رابط الفيلم وموديه للمشاركة. احنا عملنا 50 موضوع وعملنا 15 مشاركة. طيب هنعمل ايه بعد كده؟
في بقى حاجة في غاية الأهمية، هي قلت لك ممكن تظهر تافهة بس في غاية الأهمية واللي خلتني أترفض أكتر من مرة. إيه هي؟ وهي إن أنا ما بكتبش كلام كتير داخل المواضيع، يعني مثلا بكتب سطر أو سطر ونص وبعد كده أبعت لهم. لأ، الموضوع لازم يبقى على الأقل عندك كل موضوع فيه 10 سطور، 10 سطور علشان تقدر تتقبل. بعد كده بقى تقدر تعمل موضوع يعني 4 5 سطور مفيش مشاكل. وزي كده هشوف كده هنا أنا عندي عامل إزاي. ده كده مثلا وليكن موضوع اهو، هتلاقيني مش متعدي ال5 سطور تقريبا، اهو 1 2 3 4 5 6 7 7 سطور تقريبا، بس الكلام ده بعد ما حولت حساب من مستضاف الى عادي. تمام، بس في الاول يبقى عندك على الاقل كل موضوع فيه 10 سطور ويبقى الكلام منسق ومنظم. حاجة تانية في غاية الأهمية وممكن برضو تخلي حسابك ما يتقبلش فيه أدسنس لما تيجي تحوله، وهي الألوان. إن أنت هنا كده بتكتر من الألوان، يعني مثلا تكتب مثلا الكلمة دي بلون أحمر ودي كده بلون أزرق، وكل الكلام ده غلط. كل الكلام ده بيمنع إن أنت تحول حسابك من مستضاف إلى عادي. تمام، كل الكلام ده بيمنع إن أنت تحول حسابك من مستضاف إلى عادي، وبيبقى عقبة في طريقك علشان لما تيجي تحول الحساب ما بيتحولش معاك. يبقى كده الألوان والكلام الكتير. ايه تاني بيخلي حسابنا يتحول من مستضاف الى عادي؟ طيب نراجع كده بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي كده مع بعض. اول حاجة ان انت تعمل مدونة كويسة، بعد كده تعمل لها 50 موضوع، بعد كده تعمل لها 50 صفحة، بعد كده تعمل لها سياسة الخصوصية، بعد كده تعمل لها سياسة من نحن، بعد كده تعمل 15 صفحة، بعد كده هتعمل قالب احترافي، بعد كده هتعمل دومين احترافي للمدونة، والكلام ده كله هيتربط ببعض. وطبعا كل الكلام ده شرحته وهسيبه لك اسفل الفيديو مباشرة. الحاجات بقى المهمة بعد كده ان انت ما تكترش من الالوان، ان انت تكتر في الكلام، يعني تعمل تكتب كلام كتير وبعد كده تقلل من الالوان، يبقى لون واحد في كل موضوع يكفي. سياسة الخصوصية، من نحن، وكل الكلام ده. طيب حاجة اخيرة برضو بتمنع ان انت تحول حسابك من مستضاف العادي، وهي الكراكات بتاعت البرامج والكراكات بتاعت الالعاب. ان انا بحط كراك مثلا تفعيل ويندوز كذا، تفعيل لعبة كذا، تفعيل كذا، كل الكلام ده لا. جوجل لما بيجي يراجع الحساب بتاعك، لما تيجي تطلب ان انت تحول من مستضاف الى عادي، لما بيلاقي الكلام ده بيمنع وما بيقبلش ان هو يحول حسابك من مستضاف الى عادي. تمام، دي كده طبعا كانت الافكار او الطريقة الصحيحة لان انت ترقي حسابك من مستضاف العادي. وطبعا مش هتشرح بقى ازاي تحط الكود وازاي تحط الكلام ده، لان 50 12 حلقة قبل كده انا شرحت لكم العقبات اللي هي بتواجهني لما جيت احول حسابي من ادسنس لمستضاف العادي واللي اترفضت بسببها. فانت كده عندك اهوت الطريقة بين ايديك تقدر تعملها. وفي حاجة اخيرة، لازم تستنى على حسابك شهر علشان تقدر تحول حسابك من مستضاف الى عادي، شهر على الاقل، وبعد كده تبدا تطلب من ادسنس ان انت تحول حسابك، وهيتحول معاك بدون اي مشاكل، وهيبقى حساب مرقى عندك تقدر تحط الاعلانات بتاعتك على المدونه بتاعتك على في نفس الوقت على اليوتيوب، على ووردبريس، على اي موقع انت عايزه. لو عندك انت استضافه والكلام ده تقدر برضه تحط عليه اعلانات، تقدر تعمل تطبيق على سوق بلي وتحط الاعلانات بتاعت جوجل بتاعتك اللي هو الحساب العادي ده، مفيش اي مشاكل. تمام، ده كده كان شرح النهاردة، اتمنى يكون الشرح عجبكم. ما تنساش لايك للفيديو، ما تنساش تكتب كومنت في المدونة تحت الفيديو برضو، وما تنساش مشاركة الفيديو علشان يعم الفائدة على الجميع، وعلشان المشكلة دي بإذن الله تتحل تماما مع أصدقائك ومع الناس اللي بتواجههم المشكلة ديت. استنونا إن شاء الله في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.